كما شفتوا مباراة كانت قوية من كلا الطرفين، وجات كرة تسجلات علينا بواحد الطريقة اللي ما كناش كنتصوروها وما كناش كنتسناو تمرك علينا بحال هكا. واش غنقول لكم، هنيئا نهضر بكرانية بهذا الفوز، وكنشكر اللاعبين على المجهودات اللي قاموا بهم. هاد الجماهير الوجدية ولا المغربية كانوا واحد المقابلة جيدة، كنا نحاولوا اننا نضفروا بثلاث نقاط في هذه المقابله ديال الديربي، ما تحس لينا ما كانش الحظ في جانبنا. راك شفتي دومينينا الماتش كامل، ما ثلاثه لي بوطو وما يمكنش لينا ان نضربوا مع القدر، وهذه هي الكره. ان شاء الله نعاودوا في قادم المقابلات. شكرا.